في جامعة القاهرة، محبوبة جدا. ودلوقتي هنشوف ندى عمر من مصر. ندى مهضومة، وجهها ظريف، حتى كمان زياد بحب وجهها. في هذا الوجه جدي وراسين. شفت وش حلو ازاي؟ اللي انا بحبه على طول بشخصيتك يعني جديتك ورصانتك. بس في شغله ما بتعرفوها عن ندى. اللي انتم ما تعرفوش ان دودو حبيبتي بتعرف ترقص، مش بتغني بس. يلا يا دودو، يلا حبيبتي، والنبي والنبي، يلا يلا يلا. Red lights shining brightly, must be a warning. في هذا الوجه جدي وراسين. ليه صوتوا لي؟ سألوني الناس السيدة فيروز. هنسمعها دلوقتي بصوت ندى عمر من مصر. ندى،
أنا بدي هنيك إنك مصرية وبأول حلقة نهائيات اخترت إنك تغني غنية لبنانية، هيدا جرأة من قبلك. نوع الغنية اللي بقلك ملاحظت إنه صحيح داخلي بكتير بالثقة بالنفس، وهيدا كمان بهنيك عليها. لازم بس ثقتك بنفسك ما تجعل إنه أول مرة بأول كلمة بتوضعي صوتك فيها تدخلي فيها ما تفوتي بهالهجمة بالفوليوم قبل ما تتأكدي وين عم بتحطي صوتك. يعني الهجمة اللي فتت فيها خلتك تفوتي أول شيء صوتك كتير قوي، بعدين زيح عن النوت اللي لازم تبلش عليها. على العموم أنت بنت كتير حلوة، ومثل ما شايفة الناس مبسوطة فيك، وأنت فوتوجينيك وصوتك ميكروجينيك كمان. بالإجمال الغنية اللي بقتلك موفقة. نظبط عادتنا وفي عيب بين ندى. ما بعرف شو بدي اقول لك، يعني ضيعتيني. اول شيء باول كوبليه ضيعت الكلام، ضيعتي بالكلام. ما عم تعملي لي هيك، ضيعتي ولا ما ضيعتي؟ اوكي. بعدين مثل ما قالك، قلت لك المدام فاضيه انه مزبوط بالاول فت هجم كثير. اوكي. في شغلتين عملتيهم هيك الفتولي نظري باخر الكوبليه، هيك تمدي صوتك وما تقفلي مع الكلام. اوكي، عجبوني هدول، ما بعرف ليش هيك، حتى حسيتك عم تلعبي انت وعم بتغني، هيك جاي انه بتحكوا عني بالمنيح ما بتحكوا عني مثل، عرفت كيف؟ حلو هيك يكون الواحد جريء. برافو عليك، يلا موصى. انت ليدي صغيرة، ليدي شكلك حلو وكأنك جاي من أسطورة، وخرج مع اللبس الحلو من هني صاحبة الانتقاء. وصوتك انت عندك دايما صوت حلو حبيبتي. هلا الأشياء اللي بيعطوك هي الأخوان، هلا هي موجودة، بحب انك تتغيري بالأسابيع القادمة إذا إن شاء الله بيتي معنا. ولأنه شاطرة بكل شيء، شاطرة بالإيقاع، شاطرة كيف تديري صوتك، بس هالأشياء الصغيرة صلحيها. أوكي، شكرا. ما خلوا لي شيء أقول، كل الكلام قالوه. أنا هتكلم عن شيء معين كملحن. الخامة الصوت هذه اللي عندك أنا أحب ألحن لها، يعني أنا إذا بصيغ لحن أفضل خامة أحب أنها تغني من ألحاني هي هذه الخامة. أكيد رهبة المسرح بتأثر على أي حد، بس أنا متأكد كمان أن الجمهور اللي قاعد في البيت حيسامحك على الغلطات دي وحيصوت لك. الله. وإنتو؟ سؤال، إيه حاسة بإيه وإنتي واقفة على المسرح دلوقتي؟ حسن، أنا فرحانة جدا لأن الحاجة اللي كنت بشوفها في التلفزيون أنا فيها. هاي ما. طيب، سمعنا 11 صوت جميل جدا جدا. المشوار لسه مخلصش، بعد الإعلان هنسمع مصطفى من مصر ويسرى من تونس. خليكم معنا.